تفضل. نعم، حقيقة يعني اليوم للأسف الشديد ومن ضمن غليان المنطقة الذي نشهده بشكل كامل، هناك انفلات كبير في مجال ضرب قواعد القانون الدولي الإنساني عرض الحائط. وأعتقد إنما إذا ما قامت تركيا، وصح هذا الخبر، باستخدامها للأسلحة المحظورة كيميائيا، هذا يعني إنها التحقت بما يفعله ويرتكبه الكيان الصهيوني الآن باستخدامه للأسلحة المحظورة دوليا في لبنان وفي غزة. وبالتالي لا بد من أن يرتفع الصوت عاليا للوقوف بوجه هذه يعني الخروقات الكبيرة والخروقات التي تشكل خطر كبير على الأمن والسلم الدولي. حقيقة اليوم الأمن والسلم الدولي يشهد خطورة لم يشهدها على مر التاريخ، وخاصة في منطقتنا. وبالتالي إذا ما كانت تركيا، وأنا لا أستبعد أنها تستخدم مثل هذه الأسلحة على اعتبار أنها تريد أن تستغل ما يحصل في المنطقة، وهذا إن صح التعبير عليه فإنما هو استغلال دنيء واستغلال مخالف لقواعد القانون الدولي للإنساني. طيب دكتور إبراهيم، ذكرت بأنه إن صح هذا التقرير لابد أن يرتفع الصوت. دكتور إبراهيم، يعني كيف يمكن للصوت أن يرتفع ونحن لا نشاهد أي صوت من الحكومتين، سواء كانت حكومة الإقليم أو حكومة بغداد؟ يعني اليوم يعني كل دولة، بما أن العراق، سوريا، كل الدول هي أعضاء في الأمم المتحدة، وينطبق عليها ما نص عليه هذا الميثاق، وهي لها حقوق وعليها التزامات. وبالتالي أعتقد أن الالتزامات المفروضة على هذه الحكومات هي أن تقوم بعرض الموضوع على مجلس الدولي إن صح. طبعا أنا لم أتأكد، ولكن من خلال قناتكم الآن حسب على ذمة ما نشرته وكالة عراقية، إن صح ذلك فإن عدم قيام الحكومة العراقية بالإخبار عن هذا الموضوع إنما أيضا هو يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي، وبالتالي لا بد من عرض هذا الموضوع دوليا، لأننا قلت لك أننا أمام انتهاكات كبيرة في المنطقة بانتهاكات لقواعد القانون الدولي، وهذا بحد ذاته يشكل خطر كبير على الأمن والسلم الدولي، والذي يوشك أن ينهار، ونحن على قد نكون على شفا حفرة من الوقوع بحرب عالمية وفق ما يدور من أحداث في المنطقة. وبالتالي على العراق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع جره لمثل هذه الانتهاكات من خلال ممارسات النظام التركي على معارضه. طيب اليوم، من أو ما الذي يمنع الحكومتين من محاسبة النظام التركي على كل ما يرتكبه داخل الأراضي العراقية بالعموم وأراضي إقليم كردستان على وجه الخصوص؟ دكتور إبراهيم، يعني ذكرت بأنه يمكن أن تقدم شكوى أو دعوة لمجلس الأمن الدولي، لماذا لا تقوم بهذه الخطوة؟ وأيضا لديها، لا ننسى، هناك أوراق اقتصادية، ضغط اقتصادية لدى الحكومتين تضغط بها على الجانب التركي ليكف يده عن هذه الانتهاكات والممارسات اليوم بحق الشعب العراقي. نعم، شوفوا أستاذتنا الفاضلة، اليوم طبعا لا بد أن لا ننسى أن ما يحكم الوضع الدولي هو العلاقات الدولية أو المصالح ما بين الدول، سيما وعندما تكون تلك الدول في ظروف طارئة وفي ظروف خطيرة وفي ظروف راهنة تكاد تكون أخطر ما تشكله على وجود هذه الدول. بالتالي تبقى العلاقة محكومة وفق ما تقتضيه المصلحة من أجل الخروج ولو بأقل الخسائر من الأزمة التي الآن تصيب الشرق الأوسط. بالتالي أعتقد أن تركيا اليوم تحاول وبشكل واضح أن تستغل ما يحصل في الشرق الأوسط، ولا سيما في المنطقة المحيطة بها بشأن الحرب الدائرة في لبنان وغزة، وتحاول أن تستغل هذه الفترة يعني من خلال يعني للأسف تستغلها بما ينعكس بفائدة منها من الكيان الصهيوني، والتي تتظاهر على أنها ضد الكيان الصهيوني. يعني هذا يعطي دلالة واضحة، لذلك فهي تحاول أن تستغل وهن هذه الدول على اعتبار هذه الدول خاصة سوريا والعراق تريد أن تجر نفسها من ما يحصل، أو في حال إذا ما حصلت لا سامح الله حرب شاملة
فبالتالي تستغل هذا الوهن او هذا الضعف في طرح القضايا الدوليه سواء على الامم المتحده او سواء على تركيا، لتحاول ان تحقق او 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 او, أو تطبق نظريه انه اجهز على عدوك، وهذه حقيقه مخالفه اولا لشرف قواعد القانون الدولي، وكذلك مخالفه لمبدا تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني. وبالتالي لا اعتقد ان التعامل مع المعارضين يجب ان لا يكون بهذه الطريقه وان لا يكون بهذا الاسلوب المخالف، سيما ونحن الان نعيش يعني حاله من ان تستوجب ان نذهب الى الحوار، تستوجب ان نذهب الى التفاهم من اجل حل الوضع المعقد في المنطقة، وبالذات تركيا هي لا تسلم من المشاكل المعقدة التي تحيط بها، وإذا واستمرارها بهذا التهور واستخدام هذه الأسلحة إنما سيعقد المشكلة أكثر وسيمنع. إذن الأولى هنا دكتور إبراهيم، أليس الأولى هنا أن الجانب التركي يبحث عن السلام وحل جميع هذه الملفات والقضايا العالقة، وكان أحسنتي مع الجانب أحسنتي العراقي أو الجانب السوري؟ أحسنت، يفترض بالجانب التركي الآن أن يركن إلى الحوار وأن يترك النظرة الاستعلائية وأن يفكر بمصالح شعبه وشعوب المنطقة المجاورة، وبالتالي الركون إلى الوسائل السلمية في فض المشاكل التي تحيط بهذا النظام، وعدم استغلالها بالاتجاه الذي يؤدي إلى تعقيد ظروف المنطقة. وبالتالي ايضا يعني جنابك يعني تعلمين جيدا والكل يعلم ونحن نعلم انه لا توجد اليوم حركات متمرده قد تم القضاء عليها بشكل نهائي ودون التفاهم عليها. فمثلا يعني انا هسه يعني شخصيا انا لا اقبل ان حزب الاتحاد حزب العمال الكردستاني ان يقاتل تركيا على ارضي، ولكن اقول اذا ما كانت هنالك خلافات مع هذا الحزب مع الجانب التركي وهي حركه متمرده، لابد من الذهاب والتفاهم معها وحل موضوع الخلل بشكل سلمي من اجل ان يعم السلم لارجاء لكن هو المنطقة كاي حزب معارض دكتور ابراهيم، يعني حزب العمال الكردستاني هو كاي حزب معارض على وجه الارض لجأ الى دوله الجوار هربا من بطش النظام القائم، يعني وهي كما تؤكد تقارير عراقية خرجت مؤخرا بأنها لا تشكل أي تهديد للأمن القومي العراقي، يعني هذه باتت ذريعة يتذرع بها النظام التركي، نكون واضحين ويعني واقعيين، يعني هي ذريعة يتذرع بها النظام التركي، هو يريد أن يجد موطئ قدم اقتصادي استثماري احتلالي داخل أراضي الإقليم. أما مسألة يعني حزب العمال الكردستاني هي دوما يتخذها ذريعة، لأنه هو يقصف دهوك ويقصف المدنيين هناك. يعني حقيقة يعني أنا كمتابع للوضع التركي السياسي بصراحة، يعني اليوم تدرين النظام التركي حاول أن يعني يحسن من صورته إلى الشعب التركي الذي أصبح يعني في قطاعات كبيرة منه لا يرغب بهذا النظام، وأن حزب العمال الكردستاني كحزب معارض يحاول أن يستغل، وهذا من حقه كحزب سياسي معارض أن يستغل ما أصاب هذا النظام من وهن وخاصة في الجانب الاقتصادي. وبالتالي أعتقد إذا كانت تركيا تريد أن تعالج وضعها الاقتصادي على حساب احتلال المناطق المجاورة فهي واهمة ومخطئة تماما، بالعكس إنها ستؤدي إلى تعقيد المنطقة وستؤدي إلى تعقيد حالة اقتصادها وسترتكب في نفس الوقت جرائم. وبالتالي أعتقد أن ما تخطوه بهذا الاتجاه هو خطأ كبير جدا، ويعني إنجاز لي التعبير أن أقول إذا ما أصرت على هذا الخطأ فأن ذلك بالعكس سيقصر من عمر هذا النظام وسيؤدي إلى انتصار بالنتيجة الأحزاب المعارضة وإعادة سياسة المنطقة بشكل أو خريطة المنطقة السياسية بشكل آخر لربما قائم على الود وعلى السلام ما بين الدول المتجاورة، أقصد بها تركيا والعراق وسوريا. ونتمنى بدورنا أن يعم السلام على كافة الشعوب والدول. الدكتور إبراهيم من بغداد، دكتور إبراهيم السلطاني خبير قانوني ومراقب للشأن السياسي، أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات.